ونبدأ أول أخبارنا، وعايزين نتكلم كده على موضوع أو نعلق سريعا، وحديث طبعا الوسط الرياضي في العالم كله حقيقي، قرعة دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا خصوصا بعد ما اتعادت مرتين، ودي حاجة طبعا مش طبيعية يعني. لكن لو هنتكلم عن محبي الريال، يمكن هم يعني للأسف الشديد كانوا أكثر متضررين بعد ما القرعة بقى كانت المرة الأولى جبت لهم بنفيكا، والناس كانت مبسوطة جدا وقال لك الموضوع بسيط وبنفيكا نقدر عليه والكلام ده، لكن بعد كده أو في المرة الثانية جابت ليهم باريس سان جيرمان، يعني ماتش اكيد 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 كمان مره مش سهل ابدا، واي نوع كمان هنا من التوقعات هيكون صعب جدا، يعني في ماتش زي ده اكيد هيبقى فيه صدام بين مجموعه يعني كبيره وعظيمه من نجوم الريال، وخصوصا يا كريم مؤخرا احنا شايفين الريال بيعيش فعلا يعني زي ما بيتقال كده مرحله استفاقه مع انشيلوتي، فعلا يعني دي حقيقه تقال، وكمان اول الدوري بنتكلم في اسبانيا وبفارق كبير عن المنافس اللي هو الحقيقي بتاع اتلتيكو مدريد. طيب من الناحيه الثانيه برضو عندنا فريق عظيم وضخم جدا، وحدث ولا حرج عن الاسامي اللي فيه، ميسي نيمار مبابي وغيره وغيره، يعني بتهيالي الموضوع فعلا هيكون يعني نقدر نقول نهائي مبكر، يعني انا بشوفه كده للبطوله اصلا، ف لا قرعه مش سهله. لا وبعدين غير مسبوق اللي حصل ده، ما حصلش قبل كده، عمره ما حصل على حد علمي في اي قرعه حتى مشابهه ان تتعاد نتيجه هذا الامر، فكانت حاجه غريبه جدا. وبالمناسبه مش بس جمهور ريال مدريد هو اللي زعلان من اعاده القرعه طبعا، رغم ان يعني الكل متوقع ان ريال كده كده هيكسب وكده كده هيعدي لدور الثمانيه لاعتبارات كتير جدا، لكن كمان جمهور ليفربول تقدروا تقولوا حضراتكم انه اتخنق جدا من اللي حصل ده، لانه في المره الاولى القرعه جابت لهم فريق برضو ايه سهل وعلى قد الايد اللي هو ريد بول سالزبورغ، في المره الثانيه جالهم مين بقى؟ انتر ميلان بطل الدوري الايطالي اللي متالق جدا في الموسم الحالي وبيحتل صداره وترتيب الدوري بفارق نقطه واحده بس عن ميلان، يعني برضو ناس كتير متوقعه ان ليفربول برضو كده كده هتعدي، لكن هتواجه شويه صعوبات في ملعب يعني سان سيرو، لان جمهور الانتر في ملعبه بيمثل دافع قوي جدا وعنصر ضغط شديد على المنافسين. على كل الاحوال ادينا هنروح فين، ادينا قاعدين وهنتفرج احنا هنستمتع مش بس هنتفرج فعلا، بس خلي بالك من حاجه برضو، مواجهه قويه تانية واللي اعتقد هتاخد برضو متابعه كبيره جدا، فكره هنا اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، واكيد طبعا. يعني لو هنتكلم عن عشاق كمان الكره الاوروبيه فاكرين اخر مواجهه كانت بين رونالدو لما كان مع اليوفي وسيميوني اللي حصل بينهم طبعا، يعني هنسميه تراشق لفظي، فتقوم القرعه المره دي بقى برضو جايبة الثنائي مرة تانية في مواجهة قوية أعتقد كانت خارج التوقعات، ف ده كوم برضو. الكوم الثاني وحظ تشيلسي، واعتقد ما حدش شاف في حياته فريق في المره الاولى بيلعب مع ليل بتقوم تتعادل قرعه برضو ويطلع مع ليل برضو يبقى ليل مكتوبات مكتوبات زي ما بتقال فعلا. طب بالمناسبه بقى يعني فيما يتعلق بالبايرن ميونخ، فده يمكن اكتر فريق مش فارق معاه كل اللي بيحصل، القرعه تجيب اللي تجيبه، تتعاد ما تتعادش مش فارق، هو بالنسبه له احمد زي الحاج احمد، هو فريق قوي جدا وتقيل يعني، واي فريق هيلعب يعني هيلعب قصاده زي ما بتقال كده بالبلدي ايه هياخد الواجب بتاعه ويتكل على الله. بايرن هيلاعب ريد بول سالزبورغ، ماتش افتكر انه هيكون متاح بشكل كبير جدا للفريق البافاري، كمان مواجهه يوفنتوس مع فيا ريال برضه هتكون الى حد كبير متاحه هي الاخرى لليوفي انه يكسب ويوصل للدور ربع النهائي، واخيرا طبعا مواجهه بنفيكا مع ايكس امستردام الهولندي، برضه شايفين ناس كتير ان فرصه اياكس هي الافضل بالنسبه له في المكسب، بس زي ما انت بتقولي الدنيا هتبقى ولعه، الدنيا هتبقى ولعه جدا. وما تيجي نشوف بعض التفاصيل برضو كده ونتكلم عن الرؤيه الفنيه والتحليليه اكتر للمواجهات دي، معانا على التليفون الناقد الرياضي